أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أن الجوامع والمآتم مستعدة لإحياء مناسبات شهر رمضان المبارك من خلال إطلاق برامج الخطابة والمواعظ الدينية، مؤكدة في ذات الوقت الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظا على سلامة المصلين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس محمد جعفر الحسيني، مدير إدارة الأوقاف الجعفرية. أهلا بك سيد محمد في نشرة الثالثة، وهل توضح لنا البرامج الدينية التي أعدتها الأوقاف الجعفرية خلال شهر رمضان المبارك؟ إن شاء الله. بداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، ونتشرف برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على مملكة البحرين وعلى الأمتين العربية والإسلام. طبعا لا شك أن شهر رمضان المبارك هذا العام يأتي في ظروف صحية واجتماعية أفضل من الأعوام السابقة بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهوده وجهود الفريق الوطني الطبي وتعاون وتكاتف الجميع حكومة وشعبا، وبإذن الله تعالى نشهد هذا العام عودة العبادات الجماعية في الجوامع والمساجد والمآتم بشكلها الطبيعي المعتاد، مع التنويه إلى قيمي المساجد والجوامع ومتولي المآتم بالالتزام بالاحترازات الطبية الصادرة عن الفريق الطبي في حال وجود حالات مرضية بين رواد دور العبادة. ولله الحمد نلاحظ وجود وعي عام بشكل عام متنامي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وهذا ناجم من المسؤولية الفردية والاجتماعية، كما أن الإدارة الأوقاف الجعفرية وبمتابعة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية تحرص على تهيئة البيئة المناسبة لتوفير سبل الراحة للمصلين، من حيث توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها دور العبادة، بالإضافة إلى الحرص على إتمام أعمال الصيانة الشاملة والجزئية القائمة فيها وتجهيزها للمرتادين خلال هذا الشهر الفضيل. وعلى صعيد المشاركة المجتمعية نريد أن ننوه بأن الإدارة وخلال الأسبوع الماضي دشنت برنامجين. البرنامج الأول يتعلق بالشراكة المجتمعية مع الجمعيات الخيرية، وتم توزيع الدعم الرمضاني إلى ما يناهز من 77 جمعية خيرية في إطار المساهمة في تفعيل الوقت الخيري والتكافل الاجتماعي، فضلا عن تدشين المسابقة الثقافية اليومية طيلة أيام الشهر الكريم للجمهور الكريم المتعلقة بالقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وأن يكون شهر خير وبركة على الجميع بإذن الله. بإذن الله. المهندس محمد جعفر الحسيني، مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، شكرا جزيلا لك.